بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بتصحيح نموذج الفرد الثاني الدورة الثانية الثانية ب المتكون من تمرينين، التمرين الأول في الدورة اللوغاريتمية والتمرين الثاني في الأعداد العقدية. نبدأ بالتمرين الأول. نعتبر الدالة F معرفة بما يلي: F دو X كتساوي X لين دو X ناقص واحد، F دو صفر تساوي صفر. السؤال الأول بين أن مجموعة تعريف F هي صفر E اتحاد E زائد لا نهاية. كتذكر مجموعة تعريف D دو F، داخل الجذر أكبر أو يساوي صفر، داخل إيلين أكبر قطعا من صفر، المقام يخالف صفر. إذا كان الجذر وحده في المقام أكبر قطع داخل الجذر أكبر قطعا من صفر. إذن هنا شني عنا؟ عنا دي دو إف. السؤال الأول دي دو إف تساوي مهما يكون إكس تنتمي لإخ، عنا هنا داخل إيلين إكس أكبر قطعا من صفر، وعنا المقام إيلين دو إكس ناقص واحد تخالف صفر، زائد النقطة صفر. إن الصفر عند الصورة ديال أن إكس أكبر من قطعة من صفر زائد صفر، إذن إكس أكبر أو يساوي صفر، وأن إيلين دو إكس ناقص واحد تخالف صفر. كتعطينا إيلين دو إكس تخالف واحد، يعني إكس تخالف أ. إذن مجموعة تعريف دي دو إف تساوي صفر أ، او خارج لنا هذه او زائد لا نهاية. بغينا نرسمو الشكل التوضيحي عندنا صفر هنايا، عندنا النقطة هنا، عندنا زائد لا نهاية هنا، هاد النقطة هذه لا تنتمي. اذا صفر او مجال مفتوح، ام او مجال مفتوح زائد لا نهاية. مجموعة التعريف اللي بغينا باش نتأكدو منها. السؤال الثاني بين أن F متصلة في النقطة صفر على اليمين. عندنا باش تكون متصلة على اليمين في صفر خصنا نجيبو النهاية F دو X في صفر كتساوي F دو صفر. إذن نهاية نحسبو النهاية في X صفر على اليمين تساوي X على إيلين دو X ناقص واحد X صفر زائد في الوسخ نعوضو، عندنا هنايا صفر على ناقص لا نهاية ناقص واحد، إذن كيساوي صفر. إذن دائما في النهايات في الأول كنعوضو في الوسخ، إلا ما جبرناش الشكل غير محدد كنكتبو النتيجة مباشرة وكنعملو التعليل. إلا جبرنا الشكل غير محدد إما نعملو ولا ننشرو ولا نضربو في المرافق. إذن تساوي صفر، النهاية اللي استعملنا هي نهاية إيلين دو إكس، لأن ليميت إيلين دو إكس إكس صفر زائد كتساوي ناقص لا نهاية. هنا باش نبينو أنها متصلة عندنا ليميت هنا تساوي إف دو صفر، ليميت إف دو إكس إكس صفر زائد تساوي إف دو صفر. إذن إف متصلة على اليمين في النقطة صفر. ندوزو للسؤال الثالث بين أن المستقيم ذو المعادلة إكس تساوي أو مقارب عمودي. باش يكون مقارب عمودي خصنا تكون نهاية في أو نهاية غير منتهية، يعني ما زائد لا نهاية ولا ناقص لا نهاية. هنا ما نجيو نحسبو النهاية في أو، هنا عندنا صفر، باش نعرفو واش الصفر زائد ولا صفر ناقص غادي نعملو جدول إشارة إيلين دو إكس. إيلين دو إكس ناقص واحد أكبر أو تساوي صفر، عندنا إيلين دو إكس أكبر واحد، عندنا إكس أكبر من، نعملو الإشارة هنا إيلين دو إكس ناقص واحد، هنا عندنا صفر، عندنا أ زائد لا نهاية.
عندنا هذا موجب، اذا مي كتكون اكس اكبر من او، اذا هنا عندنا زائد ولا هنا ناقص. دابا نحسبوا النهايه، ليميت اف دو اكس اكس او ناقص كتساوي ليميت اكس لا الين دو اكس ناقص واحد اكس او ناقص في الوسخ تساوي او. على هنا عندنا الاشارات صفر هنايا على اليسار او على صفر ناقص عدد موجب، هذه كتساوي هي مضروبة في ناقص لا نهاية كتساوي ناقص لا نهاية. إذن هنا تساوي ناقص لا نهاية، لأن نهاية واحد لا إلين دو إكس ناقص واحد إكس وناقص كتساوي ناقص لا نهاية. نحسبو النهاية إف دو إكس إكس أو زائد كتساوي ليميت إكس لا إلين دو إكس ناقص واحد إكس أو زائد تساوي في الوسخ أ على زيرو زائد كتساوي زائد لا نهاية، إذن تساوي زائد لا نهاية. التعليل لأن ليميت واحد إلين دو إكس ناقص واحد إكس أو زائد يساوي زائد لا نهاية. إذن ليميت دو إف دو إكس إكس أو ناقص فهناها كتساوي ناقص لا نهاية، والليميت دو إف دو إكس إكس أو زائد كتساوي زائد لا نهاية. إذن مكتبون لي في السؤال هنا نعاود، إذن المستقيم دو المعادلة إكس تساوي أو مقارب عمودي لسي دو إف. الشكل التوضيحي كيفاش غادي يكون عندنا الشكل، عندنا هنايا أو، عندنا المستقيم إكس تساوي أو، وهذا مقارب عمودي، إما غادي يكون هكذا ولا هكذا، زائد في زائد غادي يكون إما هذا ولا هذا ولا هذا، وفي ناقص غادي يكون الشكل هكذا ولا الشكل على حسب المعطيات. دابا نحسبوا النهاية، سؤال أربعة، نهاية في زائد لا نهاية، ليميت دو إف دو إكس إكس زائد لا نهاية كتساوي ليميت دو إكس لا إلين دو إكس ناقص واحد إكس زائد لا نهاية تساوي، نعملو في المقام كتساوي إكس واحد، هنا نعملو إلين دو إكس واحد ناقص واحد إلين دو إكس إكس زائد لا نهاية. شنو عندنا هنايا؟ إكس على إكس إلين دو إكس زائد تساوي زائد لا نهاية مضروبة في واحد على واحد ناقص زيرو كتساوي زائد لا نهاية. نعملو التعليل، كتساوي زائد لا نهاية لأن ليميت دو إكس لا إلين دو إكس إكس زائد لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية، هو ليميت دو إلين دو إكس زائد لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية، باش عطانا هذا كتساوي صفر. نحسبو النهاية الثانية، ليميت دو إف دو إكس على إكس إكس زائد لا نهاية كتساوي النهاية إكس على إلين دو إكس ناقص واحد على إكس إكس زائد لا نهاية كتساوي اختزلو بإكس كتساوي ليميت واحد على إلين دو إكس ناقص زائد لا نهاية كتساوي واحد على زائد لا نهاية كتساوي صفر. تأويل هندسي، ليميت دو إف دو إكس على إكس إكس زائد لا نهاية تساوي صفر، إذن منحنى دالة إف يقبل
فرعاً جميعاً في اتجاه محور الفاصل بجوار زائد لا نهاية. شكل توضيحي. عندنا زائد لا نهاية إما الشكل غادي يكون هكذا، غادي يكون يعني فرح الجميع في اتجاه محور الفاصل. إذا كنا جمعنا زائد لا نهاية فرح الجميع في اتجاه محور الأراضي، غادي نحتاجوها من جنوس منحنى، إما غادي يكون هكذا ولا غادي يكون. سؤال خمسة، نحسبو المشتقة. أولا إف دو إكس قابلة للشقاق، على صفر زائد لا نهاية ناقص أ، ونحسبو المشتقة. إف فتحة دو إكس كتساوي إكس لعينين دو إكس ناقص واحد. نذكر ملي كتكون دالة إي على في دالة كسرية كتساوي مشتقة الباص مضروبة في المقام ناقص مشتقة المقام مضروبة في الباص على المقام مربع. هنا عندنا إي هي إكس و إي لين دو إكس ناقص واحد هي في، إذن تساوي مشتقة الباص مضروبة في المقام ناقص الباص مضروب في مشتقة المقام على المقام مربع. كتب مشتقة إكس هي واحد، إذن إي لين دو إكس ناقص واحد ناقص إكس، مشتقة إي لين دو إكس هي واحد على إكس، مشتقة ناقص واحد هي صفر على إي لين دو إكس ناقص واحد مربع، كتساوي إي لين دو إكس ناقص واحد ناقص واحد، اختزلنا بإكس مع إكس، إي لين دو إكس كتساوي هنايا إف فتحة دو إكس كتساوي إي لين دو إكس ناقص جوج إي لين دو إكس ناقص واحد مربع، مهما يكون إكس ينتمي، ونعمل المجال الشقاق زائد لا نهاية ناقص نقطة أ، ضروري نعملو فيه قابلة للشقاق، وكنشوفو حنا كنحسبو المشتقة وكنشوفو النتيجة اللي خصنا نوصلوها. سؤال ب، بين أن إف تناقصية على المجال زيرو أو وأو مربع. أولا المشتقة عندنا المقام على هاد المجال أكبر قطعا من صفر، إذن إكس ينتمي لصفر زائد لا نهاية ناقص أ، إي لين دو إكس ناقص واحد مربع أكبر قطعا من صفر، إذن إشارة إف فتحة دو إكس هي إشارة إي لين دو إكس ناقص جوج، إذن إف دو إكس أكبر من صفر، إذن إي لين دو إكس أكبر من يساوي صفر، إذن إي لين دو إكس أكبر من جوج، إذن إكس ليكسبونا و ليكسبونا مربع، إذن عندنا إف بريم دو إكس أكبر من يساوي زيرو على المجال و مربع زائد لا نهاية، إذن إف تزايدية على المجال و مربع زائد لا نهاية. عندنا إذن إلا كانت إف إف فتحة دو إكس أكبر من زيرو على هذا المجال، إذن المجال الآخر إف دو إكس أصغر من أو يساوي صفر على المجال اللي بقالنا عندنا هنايا، شني عندنا كان زيرو، عندنا أ داخلة شي، وعندنا هنا أ مربع، وهنا زائد لا نهاية، هنايا تزايدية، إذا المجال الآخر تناقصية.
F أصغر من زيرو على المجالين E ومربع و زيرو E. إذن F تناقصية على المجالين E مربع و زيرو E. وضع جدول تغير السؤال ج. فتحة دو x أنها x معرفة بصفر أن النقاط E ومربع زائد لانهاية هنا عندنا f دو x هنا غير قابلة للشقاق في الصفر ديال المنوحة الحاد غير معرفة وغير قابلة للشقاق في E أن هنايا تزاودية على المجال هنايا تساوي تنعاد زائد هنا عندنا تناقصية على هاد المجالين هذه إذن هنا تناقصية تزايدية أن صورة صفر هي صفر النهاية في جبرنا هي ناقص لا نهاية النهاية في أ زائد جبرناها زائد لا نهاية الصورة دو مربع نحسبوها إف دو مربع كتساوي أو مربع لائلين أو مربع ناقص واحد كتساوي أو مربع على جوج إلين دو أ ناقص واحد تساوي أو مربع على جوج ناقص واحد تساوي واحد تساوي أو مربع على واحد هي أو مربع إذن هنايا أو مربع دايما كنعملو النقاط والنهايات في جدول التغيرات أولا مطلوبة في الوطني ثانيا باش لا وقع شي تناقض ولا هادي نكون اما خطأنا في المشتقة او خطأنا في النهاية اذا ضروري والمشتقة هذيك من الاحسن نحسبوها متراجحة تعلمو نحسبوها متراجحة باش كنتفاداو الاخطاء احسن ما نحسبوها بالمعادلة ونبقاو نفكرو واش ناقص في الجهة ولا ناقص في الجهة على اليمين ولا على اليسار دابا غادي نرسمو الشكل عندنا أو مربع كتساوي تقريبا 7.38 وتساوي 2.71 النقاط اللي معروفة عندنا نقطة صفر صفر عندنا واحد المقارب في E 2.71 غادي نسموه عندنا النقطة أخرى هي أو مربع هي 7.38 أربعة خمسة ستة سبعة هنايا النقطة تبع هاديك الصورة ديالها هادو النقط لي معروفين أن المقارب هو إكس كيساوي أ نحطو جدول التغيرات قدامنا نبداو هاديك من نقطة دالة كتبدا من نقطة صفر كتمشي تال أو النهاية ديالها هي ناقص لا نهاية يعني مقارب عمودي يعني الدالة كلما اقتربت من أو إكس كلما اقتربت من أو الدالة كتمشي ناقص لا نهاية
عندنا عاوتاني في الجهة أ على اليمين عندنا مقارب عمودي، عندنا يعني كلما اقتربت أو إف كتمشي زائد لنهاية وهابطة النقطة. هنا عندنا سبعة أو مربع، وهنا الصورة ديالها أو مربع يعني الدالة. نقطة لهنا أو مربع طلعتها لزائد لا نهاية، ولكن هنا شني عندنا كنشوفو مي كتكون النهاية هنا زائد لا نهاية، مي كتكون النهاية في زائد لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية. كنشوفو الدالة شني كتعمل في زائد لا نهاية، شني كنا جبرنا ليميت دو اف دو اكس على اكس كيساوي صفر، يعني فرشة الجامي في اتجاه محور الأفاصل. فرش الجميع في اتجاه محور الأفاصيل. هنايا عندنا هنا دابا نكملو على الشكل. هنايا عندنا مقارح مماس أفقي، لأنه في المربع المشتقة كتنعدم. بهذا يكون الشكل، هذا الشكل البسيط. هنايا مفيش التعقيد بزاف. عندنا جوج مقارب عمودي، عندنا فرش الجامي في اتجاه محور الأفاصيل، وعندنا هنايا كتنعدم في هذا مقارب أفقي. هذا هو الشكل. إذن السؤال هذا خمسة، وبذلك نكون قد أنهينا الشكل. ندوزو للتمرين الثاني. العدد العقدي نعتبر في المستوى العقدي المنسوب إلى المعلم متعامد ممنظم نقطتين بي و سي ذات لحقين، زد بي كتساوي جوج زائد جوج، وزد سي هي مرافق ذات نقطة جوج ناقص جوج. أولا تحقق أن النقطتين بي و سي تنتميان إلى الدائرة سي التي مركزها هو شعاع 4. التمرين الثاني السؤال الأول. إذا بعض الأحيان لما فهمنا شيء كيفاش نجاوبو على التمرين، أنا رسمو الشكل. هاد الدائرة الشعاع ديالها هو أو، مسافة 4، إذا نقطة بي و سي تنتميان إلى الدائرة. باش نبينو بأن تنتميان إلى الدائرة، خصنا نبينو بأن المسافة أو بي كتساوي أو سي كتساوي 4. إذا نحسبو مسافة أو بي شني كتساوي، أو بي كتساوي زد بي ناقص زد أو كتساوي هي زد أو هي صفر، هي معيار جوج إي جذر ثلاثة كتساوي جذر جوج مربع زائد جوج جذر ثلاثة مربع كتساوي هي أربعة زائد أربعة في ثلاثة كتساوي 4 زائد 12. كنخدمو بلاتيلينا باش ما نخطئوش، كتساوي جذر 16 كتساوي 4. ها او بي جبرنا ها كتساوي 4. اذا النقطه بي تنتمي الى الدائره. حسبوا دابا او سي بنفس الطريقه. او سي كمسافه او سي كتساوي المعيار زد سي ناقص زد او كتساوي جوج ناقص جوج جذر 3 كتساوي 4 زائد جوج جذر ثلاثة مربع هي كتساوي 4 زائد 12 كتساوي جذر 16 كتساوي 4. إذا حنا باش نبينو بأن النقطتين بي و سي تنتميان إلى الدائرة سي التي مركزها، خصنا أو بي تساوي أو سي تساوي 4. هي اللي عندنا هنايا أو بي كتساوي أو سي كتساوي 4. إذا غنعملو نفس اللي مكتوب في السؤال. إذا النقطتين باش ما غلطوش في الجواب، بي و سي تنتميان إلى تساوي هنا إخ إلى الدائرة التي مركزها أو وشعاعها 4. السؤال جوج. نعتبر النقطة أ ذات اللحق
زيد أ كتساوي زيد سي زائد ناقص زيد بي على جوج، وحسب المس زيد المعيار زيد بي ناقص زيد أ وزيد سي ناقص زيد أ زيد بي زائد ناقص. هنا عندنا زيد بي وعندنا زيد سي عندنا زيد أ، من الأحسن نحسبوها باش نسهلو علينا التمرين. إذا زيد أ وبلاتي علينا باش ما نخطئوش، زيد سي ناقص زيد بي على جوج كتساوي زيد سي هي جوج ناقص جوج إيجادة تلاتة ناقص جوج ناقص جوج إيجادة تلاتة على جوج كتساوي جوج مع جوج كتمشي، إذا كتساوي ناقص أربعة إيجادة تلاتة على جوج كتساوي كنختزلو بجوج ناقص جوج إيجادة تلاتة. إذا نحسبو المعيار الأول زيد بي ناقص زيد أ تساوي زيد بي شنو عندنا هي جوج زائد جوج إيجادة تلاتة ناقص زيد أ ناقص مع ناقص هي زائد زائد جوج إيجادة تلاتة كتساوي جوج زائد أربعة إيجادة تلاتة كتساوي جد جوج مربع هي أربعة زائد أربعة إيجادة تلاتة مربع كتساوي أربعة، ستاش في تلاتة هي زائد تمنية وربعين كتساوي جد 52. ندوزو لهاديك زيد سي ناقص زيد أ كتساوي زيد سي هي جوج ناقص جوج إيجادة تلاتة زائد جوج إيجادة تلاتة، هادي معاليك شي إذا جوج إذا كتساوي جوج، معيار جوج هو جوج. زيد بي ناقص زيد سي كتساوي هي جوج زائد جوج إيجادة تلاتة ناقص جوج زائد جوج إيجادة تلاتة كتساوي أربعة إيجادة تلاتة إذا كتساوي أربعة إيجادة تلاتة. هنا قالك استنتج طبيعة المثلث أب بي وسي، غادي نشوفو شحال نجبر عندنا المسافة أب بي كتساوي زيد بي ناقص زيد أ، جبرناها كتساوي جد 52، أسي جبرناها كتساوي جوج، و بي سي جبرناها كتساوي أربعة جد تلاتة. يعني كتساوي هنا نعملو كتساوي جذر 48، هنايا ما حتى مسافة ما متساوية، إذا المثلث غير متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع. ولا لاحظنا إلا حسبنا بي سي مربع زائد أسي مربع كتعطينا أبي مربع، عندنا بي سي مربع زائد أسي مربع شني كتساوي؟ كتساوي 48 زائد أربعة كتساوي 52، شني هي كتساوي؟ أبي مربع. إذا عندنا هنا بي سي مربع زائد أسي مربع كتساوي أبي مربع، إذا المثلث قائم الزاوية في سي. اكتب على الشكل المثلثي للأعداد، نشوفو السؤال ده أن زيد بي معيار ديالها كتساوي جوج زائد جوج إيجادة تلاتة تساوي أربعة زائد جوج جذر تلاتة مربع زائد 12 كتساوي أربعة. إذا زيد بي كتساوي أربعة جوج على أربعة زائد جوج جذر تلاتة على أربعة كتساوي أربعة، واحد على جوج زائد جذر تلاتة، هاد واحد على جوج شنو هو؟ هو الكوس دو بي على تلاتة، وجذر تلاتة على جوج هو سينوس دو بي على تلاتة. بالنسبة لزيد سي كتساوي زيد بي، يعني إذا كتساوي أربعة
كوس ناقص بي على ثلاثة زائد اي سينيس ناقص بي على ثلاثة. مي كنعملو المرافق شي عدد الزاوية كيبقى المعيار هو هذا، ولكن الزاوية أو العمدة كنضربو في ناقص. دابا نشوفو زيد سي أوس ثلاثة، عندنا زيد سي شنو جبرناها؟ جبرناها هي أربعة، هي أربعة كوس ناقص بي على ثلاثة زائد إي سينيس بي على ثلاثة الكل أوس ثلاثة. أربعة أوس ثلاثة هي 64، الزاوية كنضربوها في ثلاثة هي كوس ناقص بي على ثلاثة هي كوس دو ناقص بي زائد إي سينيس دو ناقص بي. إذن هذه زيد سي أوس ثلاثة. ندوزو زيد بي على زيد سي، شنو جبرنا زيد هي أربعة بي على ثلاثة، زيد سي هي أربعة ناقص بي على ثلاثة، إذن كتساوي المعيار على المعيار أربعة، وهاد الزاوية ناقص هاد الزاوية بي على ثلاثة ناقص ناقص بي على ثلاثة هي زائد بي على ثلاثة كتساوي واحد جوج بي على ثلاثة. إذن زيد بي على زيد سي كتساوي واحد مضروبة في كوس جوج بي على ثلاثة زائد إي سينيس دو جوج بي على ثلاثة. وبذلك نكون قد أنهينا هذا الفرض.